نسيته. اللي كان بيعمل فيه واحد فول اللي لعب عاملة ايه؟ كل سنة وانتي طيب. كل سنة وانتي طيب. جايبة تشكيلة حلوة النهاردة؟ بصي جاتوه تورته النهارده. دي كام بقى النهارده؟ بصي كده بصي جاتوه التورته اهي. بصي الكورنيش من تحت الجلابيه شايفاها؟ الراجل بقى دي صواريخ الجاتوه الفراوله دي حلوه قوي. جاتوه يعني شكلها جديد كمان. هات السفره من قدام كده. واحد بصي المستورد المستورد 150 صح؟ تحف شويه تحف النهارده يا ام احمد والله. بصي ما شاء الله تبارك الله. بصي الالوان كل مرة ما تلاقيش حاجة وقتها. ايوه يعني تشكيلة جديدة. كل مرة بنجيب جديد عن المرة اللي قبلها. بصي معايا كده بصي ما شاء الله تبارك الله. حلوة قوي دي جميلة. لف كده حلو. مقاس جمال. شايفين الشكل بتاعها بنات ما شاء الله عندها تشكيلة حلوة قوي. بصي بقى معايا اللي عايز جامع واللي عايز فاتح واللي عايز كل الالوان اللي بيحبها. دي جميلة قوي. بصي ليها خدمية. بصي لفة والجمال حلوة أوي والخامة بتاعتها تحفة. طبعا أنا كل ما هي تجيب حاجة لا يا حاجة لا. بص حضرتك كده بلا جمال. بص كده بجيب معانا. جميلة أوي دي. الجمال والحلاوة تحف شوية تحف 150 شكلها حلو. بصي أنا عايزة واحدة زي دي كده كوم. عايزة بس دي مقاليب كوم. ما عايزة واحدة زيها مش عايزة. بصي كده معايا. بصي كده حلوة أوي. بصي الزراير اللي فيها والقصة جميلة أوي. لأنك لابسة دريس. لأنك لابسة دريس. بصي كده معايا. اوعى تعالى يا محمد. بصي كده حلوة أوي. دي جايبة شوية شغل حلوة أوي النهاردة. لا ده في أحلى. استني إن أنا هفاجئك الوقت. اصبري هفاجئك وأوريك الجمال وأوريك الأسرار. جميلة. بصي القصة الفلاحي الجميلة حلوة أوي. شايفة؟ بصي الجمال والخامة بتاعتها ايه؟ مديش انا بص يا ابو نص. نص نص 150 واحد. بتزيد سيد. حلوة اوي دي يا بنات. شايفين الخامات بتاعتها تحفة. ده كله فين؟ عند ام ياسين. ما تقولي لنا العنوان هنا بالظبط يا ام ياسين. اه عند بنك مصر اهو. احنا واقفين تحت البنك. تحت البنك على طول صح؟ بص السادة كسكوس سادة. كسكوس برضه وسادة ولون كتير. الرومات حاجات جديده. السنه الجديده الجميله تحفه تحفه احضر مش هنادي يا مصر اللي انت عايزاه. تيجي لا بتقولي لا يا حاجه صلي على يشفع فيه. بصي يا جدعان الجمال حلوه بقى. استنى عايزه تدلع بقى وتلبس الدلع النص في النار. والوانات تحفه تعالي ما شاء الله خامات جميله قوي النهارده. بصي هفاجئك بالالوانات النهارده تحفه. بصي الالوانات دي كمان حلوه. شايفه؟ بصي طلعنا لك كذا واحده ساده. بصي الساده. بصي الساده وجمله. الناس بتحب تلبس ساده مش عايزه مشجر فجبنا لها ساده. ده ساده اهو. شايفين الشكل بتاعها بنات. كسكوس برده. بصي ما شاء الله جميله قوي. كسكوس برده جميله. اللي بيجي جميله. تعالي بصي انا بجيب لك كده من الواي ما بنقيش. بصي يا محمد تعالي كده. بنجيب من تحت. بنجيب من تحت خالص. اهو. الوانات مختلفة هي كلها زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة بصوا على الالوان ما شاء الله تحفة. ربنا يحسن صوم يا رب. بصي كده انا هوريكي حاجات تانية. بصي بقى السودة دي حتة سودة جميلة ابيض في اسود تحفة. تاكس العاصمة جميلة. بصي الجمال مقاسها كبير تحفة والمقاس تحفة. شايفين الشكل بتاعها الجلابية حلوة اوي دي وخامتها طرية اوي. قطن مش بسكوس صح؟ قطن 100% قطن 100% دي قطنة يا بنات. تعالي كده قربي 100% ايه؟ قطن قطن 100%. خليكي معايا كده. دي جميلة قوي. بصي الجبال كاجوال ايه؟ الجبال تحطي الموبايل وانت بتعملي الاكل وشكلها جديد كمان تحفة. ايه الجمال ده؟ بصي على الالوان جميلة قوي. الوان السيف المبهجة الجميلة. شايفين شكلها يا الوان السيف يا جدعان تحفة. الوان السيف نكمل نوريكم الالوانات الجميله بقى. بصوا بصي معايا. بصي النص كم اللي هتسالني على النص كم اهو. بصي الموف وجماله. بصي درجات الالوان في بعضها. شايفين الالوان يا بنات تحف بتاعها والخامات بتاعتها تحف. حلوه قوي دي جميله قوي. ادي الوان النهارده محدش جايبها اساسا.
لسه الشغل ده جاي من دبي امبارح يا دوبك كونات ساعتين دلوقتي عشان نعرف ننزله السوق. ربنا يوسع عليك يا رب. خد الديل بتاعها اهو. بصي بصي بقى الجمال. بصي بقى انا عايزاكي تقولي رايك في الحته دي لما تمسكيها بايديكي بس بالخامه. ايه الجمال ده؟ الخامة بتاعتها شايفين يا بنات الخامة تحفة. شايفة الكرانيش بتاع الكم؟ عايزة اقول لك التفاصيل بتاعتها. شايفة؟ اه الشكل بتاعها جديد. شايفة؟ شايفة القصة؟ القصة على الكم. شفتي شايفتي طبعا القماشة بتاعتها. اه الخامة تحفة. تحفة لا. جميلة قوي. تحفة. بصي كده يا ام احمد. جميلة قوي دي. شايفه المقاس والجمال والحلاوه؟ ايوه شايفين الشكل بتاعها؟ تحفه. مبروك على اللي خدتها. يا رب يخليك يا رب. اتمنى بيها. الله اكبر. ما شاء الله. شايفين يا بنات الاستاند ده كله اي عبايه ب 350 جنيه، هنتفرج مع بعض كده ونشوف التشكيله ده كله فين؟ عند ام ياسين، ام ياسين بتفرش فين؟ قدام البنك، تحت البنك على طول. يعني تحت البنك زي ما انتم شايفين كده اوريكم. ده من ناحية المذبح، اللي يجي من ناحية المذبح هي بتفرش قدام البنك بالظبط على طول. وهنا دي محطة مترو من مترو من المصريين، هقرب لكم اهو. جميلة أوي دي. الشغل العرباوي بتاع الكم بتاعها شكلها قطن. دي قطن. لا قطن قطن. هاتي الزهري دي كده. لا انا اطلع عشان اللون، اللون بتاعها حلو. شايفين يا بنات الشكل بتاعها تحفه تحفه. والخامات بتاعتها جميله قوي ب 150. حلوه قوي دي جميله. شايفين المقاسات يا بنات؟ مقاساتها 6 اكس والخامه بتاعتها ايه تحفه. احنا نطلع شويه كمان كده. بص يا ام احمد الالوان انا عايزه افرجكم بس على الالوان. شايفين دي الوان؟ دي الوان بنص بنص بنص. لا بكم. شايفه شد شد ام لسه بره كده. جميله قوي. شايفين يا بنات جايبين ما شاء الله الاشكال تحفه. قاساته بناتي حاجات رفيعة حاجات صغيرة. أقل منك. حلوة أوي. جميلة أوي دي. تحفة. عايزين حرير عشان العرايس. جميلة أوي. ستان حرير دي؟ أه. حرير. بصي كمان. الشغل بتاعها حلو أوي يا بنات. شايفين الشغل بتاعها؟ والخامة بتاعتها جميلة. ما شاء الله. عشان في ناس بتحب الحرير. بص كده عايزاه مثلا استبدال لحاجه. بص قربي كده على الصدر بتاع الجلابيه شكلها جميله. تايجر تايجر لبني. بص كماه. بص كماه كده الشغل بتاعها رايق. حلوه قوي جدا. حاجه قد كده. ده قطن. ما باين. بتقول انا عايزه القطن كده مسمينه زمان الباتيستا. جميل. سفره؟ اه ده الموضه على فكره. لسه نازله جديده السفره. جميلة. شايفين يا بنات ما شاء الله الخامات بتاعتها تحفة. حلوة قوي دي. مقاس كبير قوي. بصوا الهدف ان الحاجة الخفيفة تكون حجمها كبير. دي جميلة قوي. شايفينها يا بنات والخامة بتاعتها مش يعني الخامة بتاعتها طرية واسعة قوي. شكلها حلوة قوي. حاجة حكاية. جميلة أوي دي كمان واللون بتاعها حلو البني. بص معايا ده جواليه وسيارة ايه؟ ده اللون ده لونها جميلة قوي. بص الجمال لونها تحفه بصراحه. والخامه بتاعتها يعني تعالي. مش عارفه يعني شايفين الخامات بتاعتها جميله. بص الكم كم فراشه. بص الكم بتاعها زي العبايات اللي بتاعت زنا. شايفه الكم مدور ازاي؟ شكلها حلو.
لا ما الخامات بتاعتها حلوه لا كل الخامات كده مش هي بس وعلى الجمال. بص ايه المقاسات الخاصه دي بسكوت الهزازه اهو تحف 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 عايزين نحط في ده شغل فوق الدرجه الاولى جميله بكام العبايه 350 اي عبايه اي عبايه ب 350 عند اي حد الكارديشنات الشغل دوت ايوه الخليجي دوت بيجيب زيرو زي ما انتم شايفين كده في حاله الزيرو حلو قوي الشغل ده عند اي حد ما عندك ب 350 350 بص العبايه جميله شايفه الجمال الرسمه بتاعتها شايفين الشكل بتاعها والخامات بتاعتها دي مقاسات صغيره 350 اي عدد ما شاء الله عندها تشكيله حلوه كل التشكيل اللي على العرض ده ب 350 وقلت عايزين الوان بصي الوان الرمادي الكم اه بصي الجبال جبال بصي العبايه اه جميله قوي ده جديد من عند الخياط العبايه دي ب 350 عند اي حد محدش بيبيع السعر ده الا احنا 350 350 بس بصي الجمال والحلاوه بتاع العبايه شغل دبي حلو قوي ده شايفة شغل دبي بص العباية اي عباية ب 350 بص يا جدعان بقى الكارديشنات بقى ايه الناس اللي عايزة كارديشنات مش هيلعب بصي امسكي يا ام احمد لو سمحتي قولي ان ده كتان اصلا ده كتان والكتان بتاعه حلو قوي يجيب 1000 ونص في اي حتة حلو قوي الكتان الاصلي ده ب 1000 ونص عند اي حد ب 350 بصوا يا جماعه الناس الكاجوال الكارديشان اهو شايفه الكم حلو قوي ده بصي الجمال الموف بصي الجمال انت ايه فرق كان النهارده يا بابا لا انت جايبه شغل حلو اي البراند بتاعه اي ده براند زي ده ب 750 عند اي حد عندنا احنا بس 350 بنص الكم بصي الجمال والحلاوه بتاعه سيموني ده طويل قوي عايز واحده طويله إيه؟ عايزه واحده طويله قوي ايوه بصي الكم معايا اما ايوه شكله حلو هو في حاجه زي كده يا جدعان بالسعر ده عند اي حد يجي يقول انا عندي السعر ده يقول لي الشغل دوت نفس الشغل الخليجي ده والسعر جميله قوي دي كمان بصي دي بتلبسه بقى بتلبسها من تحت تعالي قربي لي على الشغل يا ام احمد لو سمحت كده وري اللون الاصلي حلو قوي الشغل يا بنات شايفين خليجي. الشغل بتاعي ما شاء الله عندها تشكيله حلوه قوي النهارده ايه الشغل العالي ده؟ لا مفيش كلام الشغل ده بره عند اي حد ب 600 ب 700 ربنا يوسع عليك يا رب بصي حلوه قوي دي بصي الكلام عليا اللي عايز اسود اهو جميله قوي دي حلو دي جميله دي كمان جديده زيرو ما فيهاش حاجه شيفون جديد زيرو تحفه الصراحه ب 700 جنيه عند اي حد 700 جنيه يا بنات هي بتبيع ب 350 بصوا بقى بص اهو العبايات اهي بص الجمال حلو بص الكم معايا كم انت 350 اي عبايه 350 اي عبايه ابيض في اسود ده ده الظهر بتاعها امال الوش فين الوش بتاعها والبراند بتاعها يا بنات شكلها جميل بصي معايا كده يا ام احمد حلو قوي ده كمان هاند ميد الاصلي تعالي قربي لي على الشغل يا ام احمد بعد اذنك بصي هاند ميد اصلي شايفه شغل حلو جميل ما شاء الله ربنا يوسع عليك يا رب مفيش حد بيتكلم يا جماعه ولا العبايه دي كفايه بلالين كفايه هتوجعنا بص كده الجمال بص معايا حلوه قوي شايفين يا بنات الشغل كمان الخرز اللي فيه شكله عامل ازاي خدي عشان امشي بص يا ام احمد قربي الخامه بتاعتها تحفه جميله قوي كده يا ام احمد انا اوريك من ورا العبايه عامله ازاي ده ظهرها الظهر بتاعها ده وشها عايزاك استاذنك بس قربي على الفص شوفي الفص قربي على الفص ده شايفين ده الشغل ده فص اصلي خليجي فص ما شاء الله والخامات بتاعتها عاليه قوي بس
على العبايات المفتوحه يا جماعه، عشان في بنات كلموني كتير على العباء المفتوح. حلوه قوي على كبير ما شاء الله. بقى رابع الشغل كده، الشغل ما هو باين من غير الشغل تحفه بصراحه. ده الظهر وده الوش اهو. بصي جميله قوي. بنتكلم في شغل جاي من دبي يا جماعه. بكام؟ 350. 350. بصي كده اه على تحت فيزك من تحت. ايوه فيزك من تحت وهي. الناس اللي عايزه الوان ما شاء الله تبارك الله. التان المغربي ده فيزك كتان مغربي. بصي كده كتان اصلي. الكتان المغربي ده دي في اي حته ب 1000 ونص. الكتان بتاعه 350 جنيه يعني ببلاش. كتان تقيل تقيل. كتان اصلي. او زي الدهول. وعندنا حاجه الدهول. كتان اصليه برضه مش صوتي اتفرجي. بصي على البراند. بصي حلوة. على البراند بتاعها على بنطلون. دي بتتلبس على بنطلون كحلي او جينز. بصي. بصي كده افتحي كده. براند اهو. بصي البراند بتاعها دي بتتباع في اي حته فوق ال 1000 جنيه. بصوا الحاجات دي كتانات اصليه. جميل. بصوا ده هي دي عاوزاه. ده الرومان. 150 مش بفلوس يا جماعه والله. حلوه. بصوا يا ام احمد معايا؟ معايا يا ام احمد؟ اه معاك. ايه رايك بقى في الجمال؟ حلوه قوي دي كمان. بصي الكاجوال تحفه. بصي الكاجوال دي جميله كمان والخامه بتاعتها تحفه بصراحه. عايز اتحفظ متحف النهارده. بعد الشغل بصي الكاجوال يا جماعه الاسود الاسود اللي الناس طلبته. شايفين الطول العرض؟ شايفه الجبال؟ ده كريب حرير. ده حرير 350 اي عبايه خليجي. أيوة. من دبي. ربنا يوسع عليك. اي حد ب 600 ب 700 ما حدش بيبيع بالسعر ده في مصر غير عبده الفرن. ما تقولي لنا رقم التليفون تاني. ثانيه. بصي معايا شايفه؟ حلوه قوي دي جميله. ستان ما شاء الله. خلاص يا ام ياسين ماشي خلاص. روحي روحي لزمانك بقى. ماشي تمام. بصي الالوان معايا. بصي البيج بناتي حلوه قوي دي جميله ما شاء الله. بيج كحلي. اه قيسي قيسي فل عليك عادي. البناتي والحاجات الترند الالوان يا جدعان. الالوان هي اللي نازله ترند دلوقتي. جميله قوي دي. شايفين؟ ربنا يوسع عليك يا رب. واللي بيتي اهو. قولي لنا رقم التليفون تاني. 011 4 1 8 1 1 6 9 1 011 4 1 8 1 1 6 9 1. ربنا يوسع عليك. سوق ثلاث بيبقى تحت بنك ناصر في الايام غير السوق الاثنين وخميس في شارع 6 اكتوبر امام محطه مترو ساقية مكي عند كافيه الملكه. ملكه الملكه 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 صح. ربنا يوسع عليك يا رب. معايا الناس اللي عايزه سوق اسود اهو يا بصي جميل قوي. بس ماشي. شكرا يا ياسين. العفو صباحكم زي الفل.